وأكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أن الجزائر فقدت برحيل المجاهد الأخضر ورجع مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيا لها في حياته. وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا برحيل المجاهد القائد السابق للولايات التاريخية الرابعة الرائد السيد الأخضر بورقعة تفقد الجزائر مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيا لها في حياته. وأضاف السيد جراد قائلا أدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله ورفقائه الصبر والسلوان. الله يرحمك يا عمي الأخضر، إنا لله وإنا إليه راجعون.